أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا في برنامجكم ماشية الصحافة، وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها ماشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية. بعد الفاصل نبدأ كالعادة بصحافتنا المحلية. إذن مشاهدينا نرحب معكم بضيفي الأكاديمي المحلل السياسي الدكتور ظافر العجمي، حياك الله معنا في ماشية الثلاثاء. أهلا، السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله. إذن نبدأ مشاهدينا من صحيفة الجريدة عنوان الغلاف، 100% نسبة تطعيم المسجلين في المنصة بالجرعة الأولى. كشفت مصادر مطلعة للجريدة أن نسبة تطعيم المسجلين على المنصة بالجرعة الأولى من اللقاحات المعتمدة لكوفيد 19 بلغت 100%، موضحة أن وزارة الصحة ستنتهي قريبا من إعداد قائمة بمستحقي الجرعة التنشيطية الثالثة، وهم من يعانون نقصا شديدا في المناعة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى جانب الكادر الطبي. وتوقعت المصادر أن يبدأ إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح خلال أسبوعين، مشددة على أهميتها لمنح الجسم البشري مناعة كافية من متحورات دلتا الأكثر انتشارا. إذن نتحدث أولا عن ولله الحمد الإنجاز في انخفاض أعداد يعني المصابين في البلاد يوما عن يوم ولله الحمد، وأيضا نتحدث عن أهمية يعني الجرعة الثالثة التنشيطية. إذا أردنا أن ننظر إلى حجم الإنجاز يجب أن نقارنه بما يجري حولنا في العالم. هناك انتكاسات للأسف، والله يعينهم، في دول عدة انتكاسات في عدد الحالات أو في الوفيات. فعندما يعني لا نملك إلا أن نقول للقائمين على مكافحة كورونا إلا جزاكم الله خير، بيض الله وجهكم، كفو ونعم، وجميع مفردات الثناء. مفردات الثناء هذه لا تأتي كانطباع، هي تأتي من ستاتيك ومن أرقام. المنصة أظهرت أنه لم يتخلف أحد عن التطعيم. إذن هذه نتيجة مذهلة. النتيجة الأخرى اللي تستحق الثناء هي أن نسبة متلقي الجرعتين مع بعض وصل إلى 70%. هذا أيضا إنجاز ويقود إلى العودة للحياة الطبيعية في الأيام المقبلة. الآن نحن نتحدث عن طموح ثالث وهو الجرعة المعززة. الجرعة المعززة هي سواء كانت ضد المتحور أو أنه يبقى هناك فئات محتاجة لهذه الجرعة المعززة، وهم ضعاف المناعة وكبار السن وفئات معينة تحتاج إليها، أو حتى تصبح للجميع بعد استيفاء الجرعتين. فأنا أعتقد أن كلمة الثناء لهم للقائمين على هذا العمل الكبير لم تأتي من فراغ، أتت من أرقام منصة لا يمكن التلاعب بإحصاءاتها. نعم، في صحيفة النهار دكتور، الصحة 50 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة، الجار الله رفع وتيرة تطعيم طلبة المدارس. ما في صحيفة الرأي، أجواء تفاؤل حملتها صورة تظهر فرح الطواقم الطبية والصحية في مركز التطعيم بأرض المعارض بتحسن المؤشرات الوبائية، وتحت صورة هذا العنوان: التطعيم يهزم كوفيد. الكويتية تعنون المانشيت لمعالجة كافة المثالب القانونية التي تعترض سرعة إنجاز مشروعات الشراكة، الوزراء تعدل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وعلى غلاف الوسط نقرأ هذا العنوان: السفيرة الأمريكية للكويت دور مؤثر لإنهاء أزمة اليمن. من عناوين الأنباء مشاهدينا، وزير الشؤون أكد تشكيل لجنة لنشر الوعي حول الظواهر غير الطبيعية. العتيبي: توجيه العمل الخيري لتنفيذ المشاريع بالداخل.
مشاهدينا ماشيه الصحافه مستمر معكم بعد هذا الفاصل، نتجه واياكم الى الصحف العربيه والعالميه. التايمز تراقب الشأن الكوري الشمالي وترصد تطورا جديدا في مقال بعنوان كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز يمكن أن يصل إلى اليابان، بيونغ يانغ تلمح إلى أن سلاح ذو قدرة نووية. تلفت التايمز أجرت كوريا الشمالية تجارب إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى قادرة على إرسال رأس حربي نووي لضرب خصومها الإقليميين، في تطور شجب باعتباره تهديدا خطيرا لكوريا الجنوبية واليابان، حيث يوسع كيم جونغ أون قدراته الهجومية. تكتب التايمز إذا نتحدث عن ما مدى خطورة هذا التطور استراتيجيا دكتور، وكيف تقرأ توقيته؟ المراقب للوضع الأمني أو الاستراتيجي في العالم يأخذ إحساس شبه مؤكد أن كوريا الشمالية تحافظ أو تحاول الحفاظ على حصتها من المنغصات الدولية، وكأن عليها واجب أن تقوم به بين فينة وأخرى. الأمر الجديد أو ما يهون في الأمر الجديد أن هذا صاروخ كروز طويل المدى وليس صاروخ باليستي، بمعنى أن الشحنة النووية التي ستعقب هذه التجربة أو هذا الصاروخ يجرب حتى يحمل شحنة نووية تكون منخفضة بحكم أن الكروز لا يستطيع حمل ما يستطيع حمله الصاروخ البالستي. الأمر الآخر الملاحظ أنها تستعرض قوتها في عمل استفزازي لكن على مستوى منخفض، بحكم أن هناك عقوبات ستتبع هذا الإجراء من قبل الأمم المتحدة، فهو استفزاز لكن منخفض وليس عالي كما تقوم بالصواريخ البالستية. هذا صاروخ كروز مداه 1500 كيلو ويستطيع الوصول إلى مناطق في اليابان، لكن ما يخيفنا أننا نتذكر بداية عصر ترامب أطلقت كوريا الشمالية صاروخ استطاع أن يتجاوز كوريا الجنوبية وأن يتجاوز اليابان. المخيف في هذا الأمر أن نوراد أو مركز القيادة الأمريكي في هانولولو في هاواي أشار أن الولايات المتحدة عندما كان هناك نوع من العتب أو اللوم للأمريكان كيف استطاع هذا الصاروخ تجاوز اليابان وكوريا الجنوبية، يعني إذا كان استطاع تجاوزنا معناها يستطيع يصيبنا، كيف ستدافعون عنا؟ فكان رد نوراد وهو مركز المراقبة كما أشرت أنه كان عالي جدا وأنه كان سريع جدا، وهذا ما يشي بأن الكابابيليتي أو القدرات الأمريكية غير قادرة على مواكبة تطور الصواريخ البالستية أو الكروز الكورية الشمالية، وهذا ما يدعوهم إلى القيام بمثل هذه التمرينات بين فترة وأخرى لإظهار قوتهم وأنهم يتقدمون. الملاحظة الأخيرة في هذا الشأن أن الزعيم الكوري الشمالي يبدو أنه ترك الأمور أو لآخرين، حيث لم يحضر هذه التجربة مثل عادته كل مرة أن يكون جزء من المشهد، وكأنه يورث هذا الأمر لآخرين أو أن كان هذا الأمر عادي جدا لدرجة لا يجب أن يحضر مثل هذا التمرين لإطلاق مثل هذا الصاروخ. نعم دكتور، نقف معكم مع السادة المشاهدين لقراءة لأبرز عناوين ومشيتات الصحف الأمريكية في تقرير لمراسلتنا في واشنطن داليا الكومي. صباح الخير زملائي الأعزاء وأعزائي المشاهدين، مرة أخرى نصحبكم في جولة لأهم ما تناولته الصحف وكبرى المجلات الأمريكية من العاصمة واشنطن. نستهل جولتنا كالعادة بجريدة الواشنطن بوست الأمريكية والتي نشرت ما أقرته مجموعة دولية من العلماء بأن الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل لا يحتاجون إلى جرعات معززة لفيروس كوفيد-19 في الوقت الحالي. تأتي مراجعة الخبراء حسب الصحيفة استنادا إلى ملخص الأدلة حتى الآن حول مدى فاعلية اللقاحات في منع العدوى وفيروس كوفيد-19 في الوقت الذي تقوم فيه إدارة الغذاء والدواء بمراجعة الأدلة الخاصة بالجرعات المنشطة. إدارة الرئيس بايدن
كانت قد أعلنت أن معظم الأمريكيين سيحتاجون إلى جرعة معززة، ولكن مراجعي أو مسؤولي إدارة الغذاء والدواء أكدوا أن فوائد اللقاحات الأولى واضحة، مشيرين إلى أن اللقاحات المتاحة آمنة وفعالة وتنقذ الأرواح، مضيفين أنه قد تكون هناك حاجة إلى طلقات معززة في المستقبل ولكن ليس الآن. النيويورك تايمز عنونت بلينكن يخوض مواجهة شرسة في الكونغرس. التايمز أوردت كيف يدافع وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن تعامل إدارة الرئيس بايدن مع الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان أمام الكونغرس. من المتوقع أن يمثل وزير الخارجية الأمريكي أمام الكونغرس في جلسة وصفت بأنها ستكون مثيرة للجدل في شهادة منفصلة لمجلسي النواب والشيوخ. جريدة اليو اس اي توداي نشرت الدراسة الجديدة التي أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية بأن الأشخاص غير المحصنين أكثر عرضة 11 مرة للوفاة من فيروس كوفيد 19 عن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالكامل. أظهرت دراستان إضافيتان دليلا إضافيا على أن فاعلية اللقاح أيضا تتضاءل بمرور الوقت وخاصة بالنسبة لكبار السن، مما يفتح الجدل مرة أخرى حول ما إذا كانت الجرعات التعزيزية التي وعدت بها إدارة بايدن أو رجحتها قد تكون مفيدة عقب 8 أشهر من الجرعة الثانية. نذهب إلى الواشنطن تايمز والتي نشرت مقالا تحليليا حول كيف يعاني الرئيس بايدن من تباطؤ الوظائف والخروج الكارثي من كابول. حسب كاتب المقال، ولذا اتجه ليطرق باب الأقلية من الأمريكيين الذين لا يزالون لم يتلقوا التطعيمات وغير محصنين ويعارضون برمته أخذ التطعيم. هو يراهن على أن الناخبين سيقفون إلى جانبه لأنه يهدد برد الفعل العنيف والدعاوي القضائية. ويتطرق الرئيس الأمريكي إلى الحكام الجمهوريين الذين حاولوا حجب متطلبات الأقنعة وتفويضات اللقاحات قائلا إن هذه السياسات الوبائية تجعل الناس مرضى وتتسبب في وفاة الأشخاص غير الملقحين، حسب جريدة الواشنطن تايمز. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن المتابعة. نعود بكم مجددا لاستوديو منشأة الصحافة. كانت معكم داليا الكومي من العاصمة الأمريكية واشنطن. دمتم في أمان. كل الشكر لمراسلتنا من واشنطن داليا الكومي. أما في الغارديان مشاهدينا، تتابع جديد المشهد الانتخابي الألماني والسباق لخلافة ميركل. الصحيفة اللندنية تلفت أن شولتز تحدى هجمات المحافظين ليفوز في المناظرة المتلفزة الثانية. المرشح الأوفر حظا في يسار الوسط أولاف شولتز حصل على دفعة أخرى بعد ثاني مناظرة من 3 مناظرات بين خلفاء ميركل المحتملين. تعنون الغارديان، قبل الانتخابات الوطنية بأسبوعين تتنبأ استطلاعات الرأي بانهيار الحزب الديمقراطي المسيحي إلى أدنى مستوياته التاريخية مع انتهاء فترة حكم ميركل التي استمرت 4 فترات، تلاحظ الغارديان. إذن هنا دكتور ظافر، المزاج الانتخابي في ألمانيا ضد المحافظين، ما الذي تغير ليبتعد الألمان عن أجندة ميركل؟ هناك دافعين قويين يغيران المزاج الانتخابي الأوروبي بشكل عام، قد يكون بسبب كورونا، قد يكون الخروج من أفغانستان، أو الأزمات الاقتصادية التي يتوقعون أن تحدث بعد كورونا. هذه تحرك المزاج بشكل عام. في ألمانيا أنه انطفأ وهج المرأة القوية، يعني الوهج اللي واكبها طوال فترة حكمها لا يمكن أن يتكرر مرة أخرى، فهذا جعل الألمان في مزاج بعيد ولو بدرجة عن المحافظين. الأمر الآخر هو الحاجة للتغيير، يعني كما قلت هناك أجيال عاشت على فترة حكم ميركل، هناك أجيال أصبح لها حق التصويت وأصبحت تنظر الأمور بمنظور مختلف، وهذا يحصل في السياسة الدولية دائما أو في السياسات المحلية في العالم أجمع، بأن المرحلة تنتهي ومرحلة أخرى يجب أن تتغير الوجوه. الأمر الآخر هو ما ظهر من السياسيين الألمان التابعين لميركل في أزمة كورونا، وكان من ذلك عدم الكفاءة، أيضا بالإضافة إلى بعض ملفات الفساد
المتعلقة أيضا بأزمة كورونا، فجميع هذه الأمور اجتمعت لتغير المزاج الألماني تجاه المحافظين وإلى نشاط المناوئين لهم من سواء من اليمينيين أو الخضر أو الاشتراكيين. نعم، الفرنسية مشاهدين تراقب المشهد الأفغاني وتلفت تنظيم القاعدة يأمل في الاستفادة من انتصار طالبان في أفغانستان، لكن في الوقت الحالي تظهر السلطات الجديدة في كابول بعدها عن القاعدة. تلاحظ لوموند، مع عودة أفغانستان 20 عاما إلى الوراء، هل من المرجح أن تؤدي عودة طالبان إلى السلطة إلى أحياء القاعدة؟ على الصعيد الدعاية بالطبع، تعلق لوموند. إذن السلطات الجديدة في كابول دكتور ظافر حتى الآن تظهر بعدها عن القاعدة، كيف تقرأ هذا الموقف؟ وهل يعكس تغير خط طالبان؟ طالبان والقاعدة، لا يمكن إخراج القاعدة من المشهد، لأن جذر مآسي طالبان هو القاعدة. جميع ما حدث في أفغانستان هو بسبب القاعدة. هناك بعض الأمور يجب الإشارة لها حتى تكتمل الصورة. في 2015 زعيم تنظيم القاعدة قام بمبايعة الزعيم الجديد لطالبان. هنا بس نذكر أن زعيم طالبان الملا عمر لم يعلن عن مقتله إلا بعد عامين من وفاته، فكأنه بايع رجلا ميت، وهذا يظهر مدى قدسية البيعة بين القاعدة وطالبان. حتى لو كان ميت ومن سنتين يجب أن تجدد البيعة، فهم يعيشون على البيعة المجددة من 2015. هناك من يراقب، من المراقبين من يقول أن 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 طالبان قد وقعت شهادة وفاة القاعدة بعد الاتفاق مع الأمريكان اللي في الاتفاقات أو المفاوضات اللي جرت في الدوحة من 2020، وتعهدت بعدم السماح لعودة القاعدة أو جميع الفصائل اللي تشبه القاعدة. كررت هذا الكلام في 2015، لكن الحركة لم تتبرأ من القاعدة رسميا، والقاعدة لم تخفف من حدتها ضد أمريكا، وكأن الأمور ما زالت. الأمر الآخر هو ظهور الظواهري زعيم القاعدة هذه الأيام، وقد أزاح يعني ظهوره المفاجئ أو ظهوره في هذا الوقت، وكأنني ما زلت موجود. التغير البسيط هو تغيير العمامة الأفغانية أو العمامة التي كان يرتديها كمجاهد إسلامي إلى الغترة أو الشماغ، وكأنه يشير إلى بدرجة ما إلى عدم وجودي في أفغانستان، أو أن لا شأن لنا بالأفغان، وإن كان هذا المؤشر يمكن قراءته بأمور عدة. مع سيطرة طالبان الآن وإعادة تعريف نفسها بشكل جديد والقول بأنها لم تعد طالبان نفسها قبل 20 عام، خلق توجهين مختلفين داخل الحركة. هناك البيعة التي تلزمهم بالبقاء مع أو حماية القاعدة أو التعاون معها الحد الأدنى، وهناك تيار يطلب التبرؤ من القاعدة. يجب أن نتذكر هنا أن طالبان تحولت من ثورة إلى دولة الآن، لم تعد ثورة تحرر ضد الأمريكان، أصبحت دولة وتدير بلاد. الدول كما نعرف وفي العالم أجمع تستثمر في الإرهاب، يعني بمعنى أنها صناديق لفائدة الدول أن يكون لديها منظمة إرهابية، لأنها تعفيها من وجود جيش يتنفذ ما تريد، تعفيها من في التفاوض من وجود وزارة خارجية لأنها تضغط على الأطراف الأخرى. الفصائل التي يمكن أن توصل بالإرهابية في أفغانستان ما زالت موجودة، القاعدة، طالبان، باكستان، شبكة حقاني الأفغانية، جميع هذه موجودة. ليس الضرر من القاعدة فحسب، طالبان ما زالت مطالبة من قبل العالم بأن تتبرأ من هذه الجماعات الإرهابية بشكل أوضح مما هو حاصل حاليا، وأن تبرر كيف يخرج الظواهري بهذه الصورة مواكبة لوصول القاعدة إلى طالبان. أنا في تقديري أن الأمور لم تحزم وما زالت ضبابية، فطالبان كما أرى تريد أن تستثمر والضغط على الأمريكان بالقاعدة إلى أقصى حد ممكن، حتى تصل إلى درجة لا يمكنها التعامل مع القاعدة، أو أن يقفز للواجهة شباب أفغاني جديد من حركة طالبان لا يؤمنون بجدوى مسير الطرفين مع بعض في حياة الدولة الجديدة. نعم دكتور ظافر، ننتقل وياك مع السادة المشاهدين إلى فقرة مقال اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من ليبراسيون الفرنسية التي تتساءل، الانتخابات الألمانية، اتحاد اليسار خيار لما بعد ميركل؟
بعدما كان ينظر إليه منذ فترة طويلة بأنه سيهزم في الانتخابات، أصبح الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس المرشح الأوفر حظاً قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية، الأمر الذي يكفي لإحياء أمال تحالف واسع من اليسار تعلق ليبراسيون. لم يتوقع أحد ذلك. أولاف شولتس مرشح اليسار الديمقراطي الاشتراكي لم يكن يوما نجما في السياسة. بدلا من ذلك فإن عمدة هامبورغ السابق هو مثال للملل بإجاباته الجاهزة. ومع ذلك قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات التشريعية يبدو أن المرشح الوحيد القادر على تقلد منصب المستشار وفقا لاستطلاعات الرأي يعتقد أكثر من نصف الألمان أن لديه المهارات اللازمة لإدارة البلاد. تكتب ليبراسيون: يجب على أولاف شولتس بأفكاره الليبرالية أن يترك الباب مفتوحا أمام اتحاد اليسار لأسباب تكتيكية. تعلق ليبراسيون. أما الآن ننتقل وياكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. الكاريكاتير إذن مشاهدينا اليوم من صحيفة القدس الفلسطينية التي علقت على قضية الأسرى بهذا الرسم. دكتور، تعليق لديك؟ كما سبق أن قلنا الكاريكاتير رمز، والرمز هو أرقى معاني إدراك الواقع، يعني لا تحتاج إلى كلمات، هو برمز. يمكن قراءة هذا الكاريكاتير من أوجه عدة، قد يكون في الصفة الإيجابية أنهم سنخرج حتى من تحت الأرض، بمعنى أن السجون لن تعيق العمل الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني، لكن من جانب آخر يمكن أن يقول أنه يظهر يده ويبحث أين العون، يعني خطط بدرجة عالية وبدقة للخروج من السجن، لكن عندما خرجوا لم يستطيعوا إدارة أمورهم خارج السجن، حتى أنهم وجدوا في جراج شاحنات، فكأنه يرفع يده ويبحث عن العون الخارجي حال خروجهم. فالكاريكاتير يحمل أكثر معنى ويمكن تفسيره من عدة وجوه. نعم، بالفعل كاريكاتير معبر. وبهذا الكاريكاتير وصلنا مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ما يسعني أن أشكر ضيفي المحلل السياسي والأكاديمي دكتور ظافر العجمي. شكرا جزيلا لك دكتور. شكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة. نلقاكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة. في أمان الله.